ما هو الشكل الهندسي الأقرب لشكل الأرض؟ الشكل الهندسي أقرب للأرض. حد يرد عليه بقى. اختياره يا عم. صح عارفاهوش. كروي، مستطيل، بيضاوي، من غير ما ابص في الاختيارات. كروي. لا قول لهم كده تاني معلش. كروي، مستطيل، بيضاوي. اقرب شكل هندسي. كروي. شكل الكرة الأرضية بتاعتنا. كروي. تأكد؟ اه. هي فعلا الكرة بتاعتنا عشان كرة أرضية فبقت كروي. هي الكرة الأرضية بتاعتنا مش شبه الكرة خالص. انت اصلا قلت لي السؤال انا مش غلط. فاهمه. غلط. التالت واحدة بيضاوي. مش عندنا أشكال هندسية؟ أيوه. تمام؟ الكرة الأرضية بتاعتنا مدورة؟ أيوه. شبه الكرة؟ لا. أمال إيه؟ بيضاوي. طب ما قلتش بيضاوية ليه؟ كده. عشان ما كنتش عارفها. أنا جاي أحرق دمي. يلا يا عبد الله. يلا. السؤال بيقول ده حظك يا عبد الله ثلاث نقط من السبع. ما هي عاصمة لبنان؟ يا راجل. ربنا ما حرفك. أكيد أنا هفكر فيها. يا جدعان ما تهزروش. دي سهلة. بجد؟ ما عاصمة لبنان؟ مالكش دعوة بيه. لا ما بصلوش والله. سوري. أهو اتفرج، خدنا بلدين في بعض. محدش يتكلم والراجل بيسأل. يلا. والاختيارات. أقول لك اختيارات يا حبيبي طبعًا. بيروت، دمشق، طرابلس. بيروت. يعني عرفتها دلوقتي. هو يعني انتوا بتضيعوا نقط. أنا أقول لكم على حاجة بجد بقى عشان من غير هزار. انتوا فعلًا بتضيعوا نقط من الهوا. نقط، نقطتين. فارق معاك نقطتين. من الهوا. والبي عارف إن الكرة الأرضية بتاعتنا بيضاوية. قال لك كورة. سهلة. أنا ما بهزرش. بيروت ده عليك كنتوا في الآخر مش بتاعت أنا. أنا هصفي دلوقتي. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الآن.